خلونا نتابع الآن أخبارنا السريعة والكويك هيتس. بالدورة الخامسة من حفل ماجيك مايكروفون راديو أوردز التركي، حضر عدد من المذيعين وأصحاب الراديوهات يلي تم تكريمهم بعد عرض بيحكي عن تطور الراديو من بداياته لليوم. وخلال الحفل عدد من نجوم الغناء الأتراك قدموا أغاني ليهم على المسرح، ومنهم باميلا سبنس وأوميت بيسن يلي غنوا الديو الناجح يلي بيجمعهم، وديمت أكالين يلي رافقهم تو دانسرز، وغولسن يلي طلت بسوت أسود من البايت ورأست على المسرح. أما الإطلالة الأبرز فكانت لمراد دالكليش اللي فاجأ الكل بغنائه. بشرلار ديور متن راديو جدوستيرما إن شاء الله جزال هكانيت له أيلانجلي بأدلتورين أولش. من برشلونة لإبيزا لبالما دي مايوركا بإسبانيا، وصولاً لمارسي بفرنسا، والعودة لبرشلونة رح تبحر سفينة ستارز أون بورد من 27 ل 31 أغسطس، وأكيد الكل متحمس يعرف النجوم المشاركين لهالسنة، فرح نشوف إليسا، نصيف زيتون، فارس كرم، كاظم الساهر، وائل جسار، زياد بورجي، الشاب خالد، باسم فغالي، وحسين الديك، ومن الممكن أنه ينضم ليهم جورج وسوف. هاريسون فورد المعروف عن حبه لجمع الطائرات القديمة وقيادتها كان رح يصطدم بطائرة بوينغ 737 بداخلها 100 راكب وستة من الكرو. جاته تعليمات بأنه يهبط بالطائرة بمسار معين في مطار جون وين بكاليفورنيا، ولكن بالغلط اتجه لمسار تاني وطار فوق الطائرة البوينغ يلي كانت عم تتجهز للإقلاع، ولكنه ما اصطدم فيها. وهالنوع من الحوادث مش أول مرة بيواجهها، فسببه تعرض لجروح بالغة بسبب هبوطه الاضطراري للطائرة بأحد ملاعب الجولف سنة 2015، من بعد ما كان تعرض لحادث سنة 1999 وسنة 2000 وما تسبب له بأي أضرار. أغنية أمان السويسي الجديدة واللي اختارتها تكون باللهجة الخليجية. الأغنية رومانسية وطرحت معاها أماني ليريك فيديو عبارة عن صور ليها بأزياء مغربية. هالعمل من كلمات نصار الضفيري، ألحان محمد الخضر، وتوزيع عادل الفرحان. بعشرة مايو جاستن بيبر رح يكون على الموعد مع جمهوره الهندي لأول مرة في مامباي ضمن البيربس تور. هالخبر أصبح حديث الصحافة من وقت ما أكدوا المسؤول عن الحفل، ويلي قال بأنه بيبر رح يضل بمامباي على الأقل يومين، ووعد بأن يكون الحفل بضخامة ما شهدته البلد في الفترة الأخيرة. والقيمين حضروا قائمة طعام طويلة لبيبر بما أنه بيحب الأكل الهندي، ومن المقرر أن نزور غاندي ميوزيوم. Said if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. ونجوم بوليوود مثل رانفير سينغ، شاروخان وديبيكا بادوكون من المفترض أنهم يتواجدوا، بالإضافة لأريجيت سينغ وسونو نيغام وإي آر رحمان يلي رح يغنوا قبل بيبر، ولكن برنامج الحفل مش نهائي.